الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا اتفق الأئمة أيضا على بطلان الاعتكاف بالخروج ببدنه كله من المسجد بلا حاجة ولا ضرورة، فمن خرج في أثناء زمن اعتكافه ببدنه كله من مكان اعتكافه من مسجد اعتكافه ولم يكن ثمة داع، لا داعي حاجة ولا داعي ضرورة لهذا الخروج، فالعلماء متفقون على أنه قد فسد اعتكافه. وعلى ذلك حديث عائشة: وكان لا يخرج أي من معتكفه إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وفي سنن أبي داود قالت عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له من